هذا هدف هدف برباش. عرف كيف يرجح الكفة لصالح الترجي الرياضي التونسي وخالد بن يحيى ويرفع الكأس. النجم الساحلي ضيع مقابلته بعد ما خنق الترجي في العشرين دقيقة الأولى وكانت له الفرص فرصة خاصة بعد إقصاء الزيتوني. وهجوم للنجم الرياضي الساحلي الحسومي وركنية درمش هو اللي كان في اللقطة. هذه الفرص ربع ساعة الأولى لصالح الترجي الرياضي لصالح النجم الرياضي الساحلي اللي ما عرفش كيفاش يستغلها كما ينبغي وحيرة الممرن البنزرتي. تتنفذ الركنية لكن سيطرت النجم الساحلي في الربع ساعة الأولى على الترجي الرياضي التونسي بعشر لاعبين. اعطت أكلها بهدف في الدقيقة 16 بعد ما ضيع العزابي فرصة أولى. وكما قلت لكم الترجي الرياضي التونسي باش يصبح يلعب بعشرة لاعبين بعد إقصاء الزيتوني أمامكم بعد حصوله على إنذاره الثاني. إنذاره الأول كان في أول المقابلة وتحسر الزيتوني على خروجه في أول نهائي له في الأكابر. النجم الرياضي الساحلي الهدف الوحيد اللي سجله كان عن طريق عمارة إثر هذه المخالفة. تلعب المخالفة والتوزيع وهدف جميل. الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي بمضى عمارة. عمارة بعد 16 دقيقة لعب في 16 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول وتصبح النتيجة هدف مقابل صفر. هذه إعادة للمخالفة إعادة للهدف. قبل ما نستمع إلى خالد بن يحيى يحللنا ربع ساعة الأولى للنجم الساحلي. خالد واحد بشيء والترجي الرياضي التونسي يلعب عشرة لاعبين. فقدتش الأمل في الانتصار بحكم 15 دقيقة الأولانيين اللي بغدتنا فيهم النجم الساحلي. لعب ربع ساعة الأولى بريتم قوي برشا استغل احنا قمنا برشا مخالفات على جانبية استغلهم لما حالة بعد ما سجلونا الهدف بعد خروج كمل خروج منير بطبيعة الحال تحب عزيمة من حديد. الساحلي بعد 16 دقيقة لعب فك الوحشي. النجم الرياضي الساحلي ما وصلش الضغط على دفاع الترجي الرياضي التونسي ولم يستغل الفورمة للعزابي بل الترجي اللي عرف اللي النجم الرياضي الساحلي ما كانتش هجوماته مخطرة بعد ما رجع علي بناجي كقلب دفاع متقدم عاود بدل رايه الممرن وحط بواب كقلب دفاع متقدم وقدم تعادل الكره في اتجاه التعادل لصالح الترجي الرياضي التونسي في الدقيقه 26 اثر ضربه جزاء بعد ما لمس ابراهيم انداي الكره داخل مناطق 18 متر. هذه اعاده للعمليه ولمس اليد واضحه من ابراهيم انداي. إذن العزيمة هي اللي خلت لاعبي الترجي يعطيوا كل ما عندهم في الشوط الأول حتى يصلوا إلى التعديل قبل نهاية الشوط هذا وتوصلوا له فعلا. يتقدم ويعدل. وبعد هدف التعادل النجم الرياضي الساحلي كنا نتوقع رجوع قوي لأبناء البنزرتي نظرا لتفوقهم العددي لكن العكس هو اللي حصل. السنة اللي فاز فيها الترجي التونسي بأول الترجي الرياضي التونسي كمل الشوط الأول بقوة وكان بإمكانه تسجيل هدف ثاني على العملية هذه من خليل برباش. مضاعفة النتيجة كروي نفذ من رياض عمارة الوحشي سجل هدف لكن كان يمس الكرة بيده قبل ما يسجل هدف هذايا. وآخر فرصة في الشوط الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق جورج تيميس اللي كانت مقابلته لا بأس بها اليوم مردوده كان طيب جدا. الشوط الثاني كانت بدايته متعادلة وكأننا بالفريقين يحبوا يتقدموا في الوقت أقصى ما يمكن ومحاولة التسجيل والتهديف في وقت متقدم نوعا ما الوقت اللي ما يسمحش للفريق الآخر باش يعدل. حمروني يحاول يتعدل دفاع ثمار برخيصة وجات الدقيقة 20 وقت متقدم نسبيا بالنسبة للمقابلة ومخالفة لفيتة الترجي الرياضي التونسي وهدف الانتصار هدف جميل جدا عن طريق خليل برباش.
نجم نقولوا هدف عن الطريقة الإيطالية مباشرة، وفرحة خليل برباش وحدها تفسر مدى عطاء لاعبي الترجي في هذه المقابلة، وحيرة الممرن البنزرتي واضحة بعد ما كان نجم نادي الساحلي متفوق بهدف يصبح منهزم بهدفين. ربما تأثروا اللاعبين بانقلاب الوضعية هذه، ورغم دخول الجديد مكان أنيس باهم، لكن والحق يقال الحسومي اليوم ما كانش في فورمة كبيرة، الميزوري كانت أكلت له التغطية، إذا قعد العزابي وحده في الأمام ما لقى حتى حد شكون يوصل له الكرة. شوفوا اللي عاد جورج تيميس يخرج ثم على الطائر. إذا الترجي دون شك استحق هذه الكأس وهذا الانتصار، أما النجم الساحلي وكان يستسهل المنافس بعد خروج الزيتوني وتسجيل الهدف الأول في ربع ساعة لعب. وأخيرا نستمع إلى خالد بن يحيى كيفاش يفسر بقية المقابلة. الحمد لله مسألة عزيمة، وترجي في خمسة لاعبي شبان قاموا بهجومهم، وأنا نتمنى لهم على كل حال باهر أو لاعب شاب كي أول ما يلعب في الفريق متاعه يتحصل على كأس، والحمد لله معناها الجنراسيون اللي خرجناها جديدة يظهر لي باش تستانس بالكؤوس والبطولات.